الله مساكم بكل خير. اليوم حتكلم بشكل مختصر عن محاضرة اليوم اللي بعنوان الاعتدال المحمدي للمدرب ريان قربان والمدرب بدر يماني. طبعا كانت هي عبارة عن محاضرتين اللي هي السلام المحمدي والاعتدال المحمدي. حنبدأ مع ريان قربان السلام. الحاجة بقول لكم إياها مثلا اللي هي السلام، السلام عليكم، ليش بنقولها؟ على حسب فهمي أنا للمحاضرة حق ريال قلتها في عبارة مختصرة، وإن شاء الله أنها تكون هي الوافية. نعيش في سلام ونجعل قلوبنا وأرواحنا تستشعر هذه الكلمة، الله السلام ومنه السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كلمة السلام كلمة عظيمة، لو استشعرنا قيمتها لأحدثت فرقا كبيرا في حياتنا. طيب أنا حتكلم في السنابات الجاية عن الاعتدال المحمدي للدكتور المدرب بدر يماني. نتكلم على مقاييس اللي هي الروح والعقل والجسد، إذا اتزنت هذه في الإنسان اتزنت حياته واعتدلت حياته وكان في راحة. الروح تحتاج إلى الله، بمعنى طاعات العبادات، شكر الله، أي حاجة حبها. العقل يحتاج إلى التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي بالعلم لترى كيف أبدع الخالق سبحانه وتعالى. وأخيرا الجسد، أعظم معجزة للإنسان وبه تنمو الحضارة. فبالتالي الروح، الجسد، العقل، إذا اجتمعت اعتدل الإنسان فأبدع. نحن خليط بين الخير والشر، فأيهما يطغى على الآخر؟